عائلوي على حمدي فتحي ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد التقرير. خليكم معانا. حمدي فتحي من اللعيبه المحترمه جدا واللعيبه المميزه واللي النادي الاهلي استفاد من جيهم من نادي انبي، فنتمنى له التوفيق وبقول له منور الشاشه طبعا. وشايفه بقى عمرو سلوكه لسه بيقول له دلوقتي بقيت الهداف. ما شاء الله، الماتش اللي فات جاب جولين كويسين. بيسمع، احلى حاجه في اللي هو بيسمع الكلام، ولاعيب محترم جدا، لاعيب مميز، لعيب نادي الاهلي. كابتن حسام عاشور، بما انك الكابتن التاريخي للنادي الاهلي واكتر لاعب حصل على بطولات، نوعيه اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي انت المفروض تبقى شايفها ازاي؟ هل حمدي فتحي فعلا من اللعيبه اللي هو بيثبت الفتره اللي فاتت ان هو فعلا اكنه ناشئ من النادي الاهلي؟ ايوه طبعا، يا دخل في الفرقه زي ما بيقولوا على طول، دخل معانا على طول، ما خدش وقت يعني، ودي سمه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي. اي حد جاي من بره بيقدر اللي هو يدخل مع الفرقه وبنحتضنه، والحمد لله الناس شافت الفتره اللي فاتت عمل فتره مميزه، وان شاء الله الفتره اللي جايه بقى احسن واحسن ان شاء الله. كابتن صالح، تحياتي طبعا لقناه النادي الاهلي والكابتن حمدي فتحي. طبعا يمكن انا عايز اتكلم في نقطه معينه، ان على المستوى الشخصي بعيد عن المستوى الفني، يعني هو شخصيه محترمه جدا وجدع جدا وراجل وبيسمع الكلام، وشاف ان هو بصراحه الفتره اللي فاتت اضاف للنادي الاهلي واضاف للفريق، وفي حاجه تاني هو محبوب وسط اللعيبه، يعني ان هو شخصيه محترمه جدا وما بيعملش اي مشاكل، ما بيعملش اي حاجه. فاتمنى له التوفيق، واتمنى تبقى حلقه حلوه مع الجمهور والناس تستمتع بيه، يعني لان هو شخصيه يعني شخصيه محترمه وشخصيه الواحد بيستمتع بيها حتى هنا في النادي. يعني بص، صالح جمعه وحسام عاشور مفيش بعد كده بيتكلموا عليه كلام بصراحه، يعني نادرا لما بشوف لعيب الناس كلها مجمعه عليه، ودي من سمات النادي الاهلي ان اي لعيب لما بيجي بيبقى محبوب جدا وبيحس ان هو في بيته. فيعني انا بصراحه مبسوط جدا ان دي العلاقه المحترمه اللي لازم تبان للجمهور ما بين لاعب ليه مستقبل كبير جدا ان شاء الله في النادي الاهلي ولعيبه، يعني اعتقد زي كابتن حسام عاشور عمل تاريخ كبير جدا أكيد. جدا ولسه مستمر في كتابه تاريخه، يعني دي حاجه انا مبسوط بيها جدا، واكيد انت كمان مبسوط بيها اكيد يعني. طيب حمدي تعالى كده، يعني ايه، يعني شويه نقرا كده ونتابع ردود الافعال.